قلت أتمنى من الجمهور أنه يكون محايد ويكون دقيق في اختياره على أساس ديلة ال 11 لاعب ترى قدمه موسم استثنائي. تبي أتكلم بدبلوماسية ولا بواقعية؟ إحنا نبيه لواقعك. لو يتم تعويضهم بأي لاعب محلي صدقني ما راح يختلف، بل ممكن يكون الوضعية أفضل لهذه الأندية. 10% من المحترفين الموجودين اللي يستحقون أنه يطلق عليهم اسم محترفي. أنا ليش أروح أجيب لاعب محترف وأنا ممكن أستثمر في اللاعب البحريني؟ أنت عندك مشكلة في على مستوى التسجيل، على مستوى المنتخب الوطني، وحتى على مستوى الأندية. اليوم احنا نشوف جريدة البلاد أخذت دورها في ان هي تقدم شيء لكرة القدم البحرينية. رحب فيكم متابعين البلاد في هذه الحلقات الخاصة لمبادرة الاستفتاء الخاصة بأفضل 11 رياضي بحريني في لعبة كرة القدم. اليوم راح نتحدث في تفاصيل هذه المبادرة مع عضو اللجنة الأستاذ علي عبد الرسول المحلل الفني بقناة البحرين الرياضية وعضو اللجنة. رحب فيك علي. يا هلا مرحبا فيك أخوي بشريفة، مساء عليك وعلى السادة المتابعين. وحبينا أول شيء أن احنا نشكر جريدة البلاد يعني بكل من فيها، لأن هي أخذت على عاتقها أن هي تقوم بهذه المبادرة من أجل إثراء مسابقة دوري ناصر بن حمد هذا الموسم، والمساعدة على تحفيز اللاعبين على تقديم مستويات، لأن في نهاية الأمر لما يكون الموضوع في جائزة ويكون في تنافسية أكيد هذا بيساعد أنه هو يضيف في 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 المستوى الفني على أرضية الملعب. صحيح. يمكن اللجنة خلينا نتكلم عنها، فيها زملاء إعلاميين مخضرمين وأيضا فيها فنيين، وأنت من ضمن الفنيين، فخلنا نتكلم أول شيء عن تعاونكم في اللجنة. طبعا لا يخفى على أحد، وطبعا تم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة برئاسة طبعا الإعلامي الكبير الأستاذ محمد لوري، الأخ العزيز توفيق صالحي، الأخ العزيز محمود الكابتن محمود المختار، وطبعا أنا كممثل رابع لهذه اللجنة، كابتن عدنان، وكابتن عدنان إبراهيم بالتأكيد القناص. علي نفس ما انت عارف تم التواصل معنا، رحبنا بالفكرة بشكل كبير. اي عنصر مساعد في تطوير وفي اثراء مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، تأكد ان احنا راح نكون دائما مشاركين، وبالعكس احنا يسرنا اليوم ان بدأ يكون في التفاتة من قبل وسائل الاعلام لتاخذ دورها الصحيح في عملية اثراء المسابقة ومساعدة في زيادة التنافسية، خصوصا احنا عارفين ان احنا مجرد الجوائز اللي تم رصدها لدوري ناصر بن حمد الممتاز هي مجرد الجوائز اللي تمت عن طريق الاتحاد البحريني لكرة القدم. فأتوقع جريدة البلاد اخذت خطوة سباقة في ان هي تتقدم بمثل هذه النوع من المبادرات، وبالعكس نتمنى أن الوسائل الإعلامية الأخرى وجميع الجهات اللي بإمكانها أن هي تساهم في إثراء هذه المسابقة. أكيد أمامنا هدف كبير في 2026 على أساس إحنا نوصل بطولة كأس العالم، وإذا لم تتكاتف الجهود وتضافر الجهود من قبل الجميع من الصعب أن إحنا نوصل إلى الهدف. بالضبط. كان 50 اسم لما تم إعلان البوست الخاص بالإنستغرام حول عدد الأسماء، كثير من التعليقات كانت تتساءل ليش 50؟ هل إحنا عندنا الكم من المواهب عشان نضع 50 اسم؟ برأيك 50 شلون ممكن تم احتسابها؟ هو شوف الموضوع ليس موضوع مواهب، هو الموضوع موضوع أن أنت عندك لاعبين في بعض المراكز في عندك خلنا نقول وفرة، وفي في بعض المراكز في عندك شح، فأنت على أساس نكون إحنا متوازنين وما نهضم حق أحد، وأنت عارف الترشيح الأولي يتم عن طريق اللجنة، بعدين عملية الفلترة واختيار أفضل 11 لاعب راح تتم عن طريق الجمهور وتصويت الجمهور، وهو اللي راح يختار. فإحنا بدورنا على الأقل نعطيهم خلاصة الدوري الممتاز بحكم قربنا للمسابقة، متابعتنا بشكل أسبوعي، يعني بالتحديد إذا كنت بتكلم عن شخصي وجودي في اللجنة الفنية في الاتحاد البحريني لجنة اختيار أفضل لاعب، أو وجود عن طريق ممثلا في وزارة الإعلام عن طريق الاستوديوهات التحليلية في قناة البحرين الرياضي، وأيضا عن طريق برنامج الشوط الثالث. فأنا ملم وأنا عارف أن 50 اسم هذولين محتاجينهم. ليش حتى أنت أيضا أنت اليوم فكر فيها، أنت لما اليوم تنزل القائمة الأولية وباقي جولتين أو ثلاث، شو اللي بيصير في 50 اسم ذلين؟
بيستذبحون صح؟ خصوصا انت تتكلم اليوم المسابقة في نهاية الموسم في الامتار الاخيرة وما زالت اضلاع المنافسة بين ثلاث فرق ان صح التعبير، وايضا وياهم خلنا نقول ممكن يكونوا لي اربع فرق صح. فانت اكيد هذه الامور راح تشحذ همة اللاعبين، راح تساعد ان هي تخلي اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، لأن في نهاية الأمر راح يتم التصويت من قبل الجمهور. حلو اللاعب إنه يشوف إن تم تقدير موسمه وتم اختياره كخلنا نقول اختيار أولي، وطبعاً في نهاية الأمر القرار يعود حق الجمهور، واتمنى الجمهور يكون منصف في اختياراته. بنتكلم أكثر عن الجمهور، لكن خلنا نتكلم ممكن عن 50 مرة ثانية، عن الاستفتاء تحديداً. هل ممكن من خلال الاستفتاء نستقرأ بعض الأمور؟ يعني نقول لنا في وفرة في هذه المراكز، هذه المراكز عندنا فيها شحنة، وعن ما من خلال الأسماء اللي اخترتوها؟ لا يخفى عليك أن احنا عندنا ممكن وفرة على مستوى، أو خلنا نقول عندنا لاعبين كواليتي على مستوى الأجنحة. عندنا مجموعة جيدة، يعني عندك لاعب ولاعب احتياط إن صح التعبير على مستوى لاعبين خط وسط الارتكاز، ممكن عندك لاعبين فيهم وافرة على مستوى قلوب الدفاع، خصوصا في ظل تألق وليد وأمين اللي مصعبين الأمور على كل دفاعات الدوري. فأكيد أنت اليوم محتاج أنك أنت تسلط الضوء على الجميع بدون استثناء، ولكن إذا كان في مراكز ما فيها لاعبين تستحق أن تكون ضمن القائمة الخمسين لاعب، مثل ما أنت ملاحظ في بعض المراكز فيها يعني في تفاوت خلنا نقول على مستوى المراكز، وكل هذه تم تقديره بناء على عطاء كل لاعب من خلال مجريات هذا خلال الموسم. أكيد خلنا نتكلم ممكن من بعض أيضا التساؤلات اللي جات عندنا عبر حساب الانستغرام. البعض يتساءل هل شرط أن اللاعب يلعب طول الموسم عشان يتواجد في الخمسين الاسم؟ هو أكيد يعني أتوقع الخمسين اسم اللي تم اختيارهم الغالبية ما بقول لعبت كل المباريات في 20 جولة، لكن على الأقل غالبية المباريات كانت موجودة وكان لها دور مؤثر مع فرقها، وأتوقع ما في اسم في القائمة لم يقدم نفسه بشكل جيد هذا الموسم. جميل. ممكن تحدث عن مبادرة في بداية حديثنا في هذا البودكاست، خلنا نتكلم عن هذا النوع من مبادرات، شلون تأثير؟ أنت لاعب سابق وممكن عشت بعض الأمور الإعلامية في ذيك الفترة، لكن اليوم إحنا نعيش مع وجود السوشيال ميديا وتطور الإعلامي، وجود هذه المبادرة شلون ممكن تنعكس بشكل إيجابي على اللاعبين؟ في أيامنا عيسى كنا إحنا ننتظر الجريدة على أساس نشوف الأخبار ونشوف من تألق بدون ذكر أسماء الصحفيين، عدد الصحفيين المتابعين كان محدود، عدد الجرائد مش بعدد الكم اللي موجود فيه اليوم. فأكيد اليوم مع التطور مع التكنولوجيا مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الكل يتابع كل ما يدور بخصوص كرة القدم، مش عن طريق مجرد خلنا نقول الصحافة اللي كان هو الوسيلة الوحيدة، بالإضافة إلى طبعا التلفزيون في النقل التلفزيوني والبرامج طبعا المخصصة من قبل وزارة شؤون الإعلام. اليوم لا، اليوم أصبح في حسابات رياضية متميزة تتكلم بشكل كبير. فأنت اليوم لما أنت تثري هذه المبادرة عن طريق المحتوى الإلكتروني في جريدة البلاد أو عن طريق جريدة البلاد بشكل عام، عن طريق القسم الرياضي في جريدة البلاد، لما هو يقوم لا يخفى على أحد أن احنا أرجع أقول لك لأجل أن نصل إلى الهدف المنشود يجب أن تتضافر الجهود. اليوم إحنا نشوف جريدة البلاد أخذت دورها في أن هي تقدم شيء لكرة القدم البحرينية عن طريق تحفيز ما بقول تحفيز 50 لاعب، لأن نقول تحفيز لاعبين اللي قاعدين يلعبون في الدوري، أنه في خصوصا الشباب في جائزة أكيد صح. وحلو أنك أنت اليوم تسمع كلام إيجابي يقال في حقك كلاعب، وحلو أن أنت اليوم تعزز مسيرتك الرياضية بجوائز فردية، إن كان جوائز فردية على مستوى المسابقة أو على مستوى القنوات الإعلامية والجهات الإعلامية قاطبة لما هي تخصص مثل هذه الجوائز، حلو أن يكون في رصيدك لقب فردي. نعم. خلنا ننتقل لمربع ثاني وهو المستوى الفني بالنسبة للاعبين. عطفا على هذا الموسم المحترم مثل ما قلت صراع قد يصل إلى رباعي على مستوى الدوري، أكيد هذا ينعكس على المستويات الفنية للاعبين. هل تعتقد بأن هذا الموسم كان استثنائي بالنسبة للاعب البحريني؟ بالتأكيد. أول شيء عندك أنت هالموسم 12 فريق، فأنت زيادة عدد الفرق بروحه انعكس على طول المسابقة وعلى فترة المسابقة. ثاني شيء، هذه أتوقع أول موسم نلعب فيه رمضان وما بعد رمضان، وتعرف أنت الأجواء الرمضانية دائما أجواء روحانية، أجواء عائلية، صعب فيها اللاعب يكون يعني
ملتزم بشكل كبير على أرضية الملعب، لكن أكيد كان في تضحيات من اللاعبين. صح. وأتوقع يعني هذه حصاد الموسم، فأنا في وجهة نظري فعلا موسم استثنائي على جميع الأصعدة، من ناحية عدد الفرق، من ناحية طول المسابقة، من ناحية حتى أقطاب التنافس على اللقب حسابيا. احنا نتكلم عن 4 فرق موجودة إلى يومنا هذا، إلى يوم يعني إلى يوم هذه المقابلة اللي احنا قاعدين نعملها، في 4 فرق حسابيا. صح. موجودة، فأكيد هذا شيء جديد علينا. احنا تعودنا أن أطراف المسابقة دائما ما تكون فريقين 3 بالكثير، ويكون هامش النقاط مش بالتقارب اللي موجود في هذا الموسم. انت اذا بتشوف المتصدر 39، الوصيف 38، والفريق الثالث 37، 3 فرق يفصل بينها نقطة، معناته الجولتين اللي جايين نفس ما اقول لعبة الكراسي الموسيقية، اللي يخطأ راح يخسر لقب، فأكيد موسم استثنائي. نعم. بالعودة إلى الخيارات، ممكن على مستوى الهجوم شفنا أقل عدد من الأسماء، أتوقع 3 أسماء بس اخترته، فهل هذا الشيء ممكن ينعكس أن اليوم احنا على مستوى اللاعب البحريني المهاجمين عندنا شح فيهم؟ تبي أتكلم دبلوماسية ولا بواقع؟ إحنا نبيه الواقع. الواقع يقول لك أنت هذه اللاعبين المهاجم، أنت عندك مشكلة في على مستوى التسجيل، على مستوى المنتخب الوطني، وحتى على مستوى الأندية. يعني أتمنى ما يتم فهم تصريحي بشكل خاطئ، لكن أنت اليوم لما إسماعيل عبد اللطيف يعطيه الصحة والعافية وله طولة العمر، في هذا العمر يقدم هذه العطاءات، وفي آخر جولة يكون هو عامل رئيسي في تفوق الخالدية وتحقيق 3 نقاط عن طريق هدف وأسست، أتوقع الإجابة واضحة. عندك شح على مستوى المهاجمين الفعالين، فعلا على مستوى اللاعبين البحرينيين المهاجمين، بحكم أن أنا أيضا كنت مهاجم في يوم من الأيام، فأنا أقول لك فعلا عندنا شح على مستوى، وعندنا مشكلة على مستوى التنوع في خصائص المهاجمين. ترى كل المهاجمين اللي موجودين في البحرين محطات، ما عندنا مهاجم متنوع، يمكن الوحيد إن صح التعبير الرميحي، لكن الرميحي لم يعش موسم جيد هذا الموسم مع الرفاع. هل تتفق على مستوى المهاجمين بمن يقول بأن اليوم الأندية هي السبب من ناحية جلبها دائما في هذا المركز المحترف؟ ما تعطي فرصة للاعب شاب؟ أنا بالنسبة لي أفضل مبادرة تمت من ضمن مبادرات جميع الأندية من خلال تواجدي وقربي مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز، مبادرة سمو سعادة الشيخ عبد الله بن خالد ومثلا في نادي الرفاع، واللي دائما ما كان يقولها الكابتن علي عاشور الله يذكره بالخير، أنا ليش أروح أجيب لاعب محترف وأنا ممكن أستثمر في اللاعب البحريني؟ إحنا شفنا اليوم لما تم الاستثمار في اللاعب البحريني بدل جلب أشباه المحترفين، المشكلة أنت اليوم مش مجرد أنك أنت تهضم حق المهاجم الموجود، أنت ما تجيب لاعب على قدر الحدث، على قدر المستوى، يمكن من خلينا نقول إذا بنأخذها بنسبة وتناسب 10% من المحترفين الموجودين اللي يستحقون إنه يطلق عليهم اسم محترفين. 90% الباقين أنا على يقين وأنا متابع للدوري المحلي، لو يتم تعويضهم بأي لاعب محلي صدقني ما راح يختلف، بل ممكن يكون الوضعية أفضل لهذه الأندية. فأنا أتوقع الأندية يجب أن تستثمر في اللاعب البحري، تستثمر في المدرب الوطني، في اللاعب المواطن. عندنا لاعبين عندها قدرات يعني هائلة لو تم احتضانها في سن مبكرة. ركز على في سن محددة، يعني احتضنا في سن التكوين، تحتضنا لي في نهاية مشوار الكروي صعب يعطي. صعب. صحيح. فات الفوت. نعم. نرجع على الجمهور. الجمهور هو الأساس في هذا التصويت، لأنه هو راح يحدد لنا ال 11 لاعب في نهاية الاستفتاء. هل تعتقد هذا النوع من الاستفتاء الجماهيري ممكن يعزز اليوم المتابعة لدورينا، خصوصا يمكن قاعد نشوف بعض المباريات ما فيها الحضور الجماهيري اللي يعني نأمل أنه يكون موجود؟ هو شوف، التصويت الجماهيري يعني وللأمانة قد يكون سلاح ذو حدين، لأنه ممكن لاعبين عندها شعبية كبيرة ممكن تفوز وإن لم تكن تستحق، وأنا ما قاعد أستبق الأمور، بس إحنا شفنا والأمثلة شواهد كثيرة. من كذي أول ما بديت حديثي قلت أتمنى من الجمهور أنه يكون محايد ويكون دقيق في اختياره، على أساس ديلة 11 لاعب ترى قدموا موسم استثنائي، نتمنى منهم اختيار الأفضل أو اللي فعلا يستحق، مو بسبب انتماء لأي نادي أو بسبب قربة أو علاقة شخصية ممكنة. احنا شفنا التصويت الجماهيري سلاح ذو حدين في مناسبات كثيرة، مش على المستوى الرياضي فقط، متى ما كان في لهذا اللاعب
أو هذا الشخص قاعدة جماهيرية كبيرة بغض النظر عن المحتوى اللي قدمه ممكن أنه يفوز في التصويت. فأتمنى أن إحنا الهدف من 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 إدخال الجمهور هو المشاركة, هو 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 أن 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 نظهر أو نستمع للشارع الرياضي وللمتابع في راية, فنتمنى أن راية يكون يعني دقيق ويكون بناء على جودة اللاعب وما يقدمه, لأن احنا ممكن أيضا نستفيد من هذه الإحصائيات اللي راح تتم في نهاية الموسم كمحللين ممكن احنا أغفلنا نقطة أغفلنا جانب. بالضبط. على مستوى التحليل الفني خبراتك التلفزيونية, أنا بأخذ من جانب التلفزيون نربطه بالإعلام, تأثيره على اليوم على المسابقات الرياضية, لما نشوف هذا الحراك الإعلامي إيش كثر ممكن يفيد اليوم المسابقة الرياضية؟ بلا شك. اليوم انت مشكلتنا احنا اليوم في الاعلام ان احنا يعني بدينا للتو ندخل في 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 عنصر المشاركه, ولما اقول الاعلام طبعا انا ما اتكلم عن التلفزيون, التلفزيون قناه وطنيه حكوميه دورها الرئيسي والطبيعي التسليط الضوء على الاحداث المحليه كلها, كره القدم, كره السله, كره الطائره, نقل الاحداث, وانت تشوف نقل الاحداث. لكن اليوم ارجع اقول لك انا اول ما بديت المسابقه اثنيت على دور البلاد كصحيفه محليه خذت دورها. اكيد لما تتضافر الجهود وتبتدي وسائل الاعلام كلها تاخذ دورها والحسابات, اعتقد اليوم هو بدايه مشروع. اكيد اكيد, وانا متاكد ان في التكريم راح يكون شيء كبير يعني او او, أو الـ 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 يوم تحديد وتحديد الأسماء وتقديم الأسماء ال11 لاعب أكيد راح يكون يوم سعيد للكرة البحرينية كلها. فمن من الجميل أن احنا نشوف مش جريدة البلاد فقط ماخذة دورها, ممكن حتى رعاة ما لهم علاقة بالرياضة وبكرة القدم. ختاما ممكن أبيك توجه رسالة اليوم للجمهور اللي راح يشارك في اختيار 11 لاعب, شنو ممكن رسالة توجههم؟ كنت ذكرت وشدت على موضوع الميول والحيادية نوعا ما, ولكن في النهاية تبقى خيارات خاصة فيهم من الصعب ان احنا نتحكم فيها. اتمنى اولا ان احنا نكون وفقنا في اختيار 50 لاعب, وهذه رسالتي الاولى للجمهور. رسالتي الثانية وارجع اكررها, اتمنى ان تكون اختياراتهم مبنية على استحقاق اللاعب وليس انتماءه او مدى قربه منهم, واتوقع هذه يكفي في ان احنا ممكن نشوف فعلا في راي الجمهور افضل 11 لاعب بحريني نهايه الموسم. واحنا نحتاج نشوف نظره الجمهور, احنا ما تعودنا نشوف الجمهور او نشوف الشارع الرياضي محددا في كره القدم بعين الجمهور, فاحنا اليوم كمحللين ايضا يهمنا ان احنا نشوف راي الجمهور. فاتمنى ان يكون الاختيار حيادي فقط, هذه امنيتي الوحيده. ان شاء الله يخرج مثل ما قلت بعرس مليء بالفرح مع نهايه هذه المبادره. كل الشكر لك كابتن عبد الرسول على كل الشكر لك ابو شريف, اعضاء مجلس الاداره, رئاسه التحرير, رئاسه التحرير خلينا نقول الصحيفه في القسم الرياضي, الكل ما قصرتوا ويعطيكم الف عافيه على دوركم وعلى اخذكم المبادره في من قبل وسائل الإعلام بالتحديد في مجال الصحافة, فإن أنتم تقدمون ولو الشيء القليل في حق كرة القدم وفي المساهمة في الوصول إلى الهدف الكبير اللي كلنا ننشد له كرياضيين. شكراً.